مرحبا. بحلقتنا هالأسبوع من برنامج سبوتلايت رح نستضيف فنان لبناني شاب بيتمتع بطلة جميلة. شغفه للفن خليه يبدأ مسيرته كملحن لفنانين كبار ومعروفين ليكفي من بعدها بمجال الغناء لأغاني حبيناهن وحفظناهن مثل زنبي إيه وقول إن شاء الله وغيرها. وعن تجربته كمان بالتمثيل وأمور كتيرة شخصية رح نحكي عنها الليلة بحلقتنا مع ضيفنا إيوان. مساء الخير إيوان، وأهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة من سبوتلايت عبر قناة الرشيد الفضائية. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. أكيد نحن اليوم سعداء أنك معنا، يعني رح نجرب قد ما فينا نسمع صوتك الحلو، نحكي عن أغانيك، عن مسيرتك الفنية كمغني كملحن وكممثل كمان. نحكي عن هيدي المرحلة وأكيد قصص كتيرة بتخبرنا عنها ومشاريعك المستقبلية. أكيد. بالبداية إيوان، نحن هيك عنا فقرة مخدومة كتير بتعرف من خلالها على الضيف بطاقة شخصية، نفوت أكثر على تفاصيل حياتك من طفولة لنوصل للمرحلة الحالية. أوكي يلا على السريع. الاسم بجواز السفر؟ محمد بعصيري. تاريخ الميلاد؟ 16 آب 81. البرج؟ أسد. الجنسية؟ لبناني. مسقط رأسك؟ بيروت. جنسية الأم؟ سورية. عدد الأخوة والأخوات؟ خيان وأخت. تحصيل العلمي؟ ليسانس إدارة. المهنة قبل احتراف الفن؟ كنت Human Resource Coordinator، يعني بالإدارة. بالإدارة بالمانجمنت. الحالة الاجتماعية؟ هيدي كل البنات ناطرينا. عزب. الهواية المفضلة؟ هواية أكيد الموسيقى، والموسيقى أكتر شيء عادة، يعني اللي بيحب الموسيقى بتبقى هوايته. لا هي هي الأساسية. أكيد أكيد. إيه؟ الجيتار بحب، التلحين، الغناء، والرياضات أكيد مثل أي شاب بحب الرياضة يعني. بين علامات الفارقة؟ جرح، تاتو؟ علامات الفارقة تاتو ما في، جرح في، يمكن في هون سكار. أنا وصغير أكلت، وقعت عن طابق الأول وقتها، ففي سكار. في هون كمان بس بعد شوي رح نحكي عنه. أوكي. خلينا إياها. طيب رح نبلش بالفقرة الثانية. هاي الفقرة مهضومة كتير وبتصور رح تحبها. أوكي. رح بلش بالجملة وحضرتك بتكفيها. بدأت حياتي الفنية ك كملحن. أبرز فنانة غنت من ألحاني؟ بيلبق لي زين اسمي وأحمل اسمك، وبيت بيجمعنا وطفل يكون برسمك، عينيك قبالي تحمي الحب وتوعد، بقربك مشتاقة وكيف لو عنك ببعد. هيدا ديو مع أمل حجازي. مع أمل حجازي. أبرز فنان غنى من ألحانك؟ سكر نبات حبيبي وأحلى البنات، سكر نبات حبيبي حبيبي وأحلى البنات. ميرسي. فارس كرم. فارس كرم بعرف بتحبيه كثير كمان. ايه بحبه. وانت كمان بتحبه كنت عم تقلي. انا كثير بحب فارس كرم على المستوى الفني والشخصي كمان. شهرتك كمغني تحققت بأغنية؟ قول ان شاء الله. اكيد. اول البوماتي كان بعنوان؟ قلبي سهران. صدر بأي سنة؟ بال 2004. الحظ وقف الى جانبي بنسبة؟ بنسب متفاوتة يعني، مرات يكون بنسب عالية فوق 70 اكيد، ومرات اقل، بس كمجموع مع هيك وهيك بعتبر انه كنت في بالانس بيناتهم، فيك تقولي 65. منيح 65. ايه. لم اتقدم لبرامج الهواة لانني لان لم ما احتجت لها، بس لو احتجت اكيد انا معها، يعني كمنبر تساعد اي هاوي انه يطلب بالموهبه تبعيته، بس ما احتجت لها. تعلمت من الخدمه العسكريه؟ تعلمت الانضباط. أول وقوف على المسرح كفنان محترف كان؟ لإلي كفنان محترف كان عبر بدي أتذكر المسرح، بعتقد كان بمصر. بمصر بالإيوس بالجامعة الأمريكية. أدين بشهرتي ونجاحي لي؟ للكثير. فكل اللي وقفوا حدي من البداية، أول شيء أهلي وأي حدا اشتغل معي كان في له فضل بشكل أو بآخر أكيد. ألجأ للكذب عندما؟ عندما أحاور. لا أكيد في
بلجأ للكذب لما بدي. اجمالا الكذب حبله قصير وانا ماني كتير شاطر بالكذب، بس في كذبات بيضاء او اجوبه دبلوماسيه مرات بضطر اعتمدها. بجرب ما الجأ للكذب كتير حتى ما انكشف بعد اخرها. أسامح حبيبتي إن أخطأت، ولكن لا يمكن أن أغفر لها بأي حالة. ما هو الخطأ شو هو؟ حسب نوعه يعني، ممكن كذبة بسامح، كذبة صغيرة، خيانة مثلا صعبة تسامح عليها، حسب نوع الخطأ. خيانة بعتقد بندم على معارف أصدقاء معينين. الفن بالنسبة إلي، الفن بالنسبة إلي هو شو بيسموها الباشن الشغف. تبعي، الشغفي. بحسب تصنيفات السوق أنا فنان كلاس. حتى هون بتكون تجيبوا هالتصنيفات. أنا بعتبر إنه مثل برا ما بنعتبر كثير موضوع كلاس. كلاس بتتصف لكرمال الفنان إذا بدنا نحط بحفلات معينة أو شيء. برا بتلاقي مثل شادي مثلا أو ستينج أو غيره، ما في اسمه كلاس أي وكلاس بي. في فنانين بيغيبوا 5 سنين، سنتين، ثلاثة، بينزلوا ألبوم بس ينزل بيعمل شغله، وبيكون في إله الفان بيس تبعيته اللي بتحضر وبتتابعه وبتحب نمط الموسيقى. فأنا بعتبر حالي فنان بشغف بدون ما أحب أعتمد هالقصص، بخليها للمتعهدين ولأصحاب البرامج هني يصنفوا ويرد. طيب نحن فينا نصنفك؟ أكيد نصنفك كلاس A بلس. A بلس نسيل عليك. إيوان، أكتر كليب لإلي بحب حالي فيه هو؟ أنا ككليب له هيك لحاله قيمة عندي هو قول إن شاء الله، لأنه كان البداية. بس في كتير كليبات بحبها، في كتير كليبات. طيب فينا نحن نختار أغنية ما هو هيك كليب قول إن شاء الله، لأنه عم قلك من الصبح واعية عم رددها للأغنية. خلص. كلنا يمكن كنا عم نرددها. خلينا أقول إن شاء الله. منشوف لكن مقطع منها ونرجع نكفي حوارنا مع الفنان إيوان. علمتني الحياة. علمتني الحياة الصبر. بتفقد المرأة أنوثتها لما ما بتعود محتاجة للرجل. وبيفقد الرجل رجولته لما ما بيعود بيحترم المرأة. لو رجع فيه الزمن لورا رح أغير اختيارات معينة. أصدقاء ممكن. هل الأصدقاء عم تركز عليها كتير؟ دايما، لأنه هن الأصحاب والمحيط تبعك هو اللي بيأثر على اختياراتك وعلى بأسرع اختياراتك ودروب بحياتك. فبعتقد المحيط تبعك هو أهم شيء بحياة الإنسان. بيلفتني بالمرأة. بيلفتني بالمرأة أكيد أنوثتها. رجل نرجع للسؤال اللي قبله. ناطر الفرصة لا ناطر الفرصة لألاقي شريكة حياتي المضبوطة واللي تشاركني بكل شيء بالسراء والضراء بالنجاحات وكل شيء. وان شاء الله ما بيكون في فشل. اخر كتاب قريته او اكثر كتاب تاثرت فيه؟ اكثر كتاب تاثرت فيه هو اكيد كتاب النبي لجبران. تاريخ ما بنساه وبتذكره كل سنه. تاريخ ما بنساه، تاريخ تاريخ ميلادي. قال لك شو نرجس شو اناني. لا تاريخ ما... مش انا بنساه وبتمنى كل اصحابي ما ينسوه. كل اصحابي ما ينسوه ابدا. تاريخ هو عن جد بيني وبينك هو اسبوع تاريخ ميلاده، لانه واحد ينطره من سنه لسنه، عرفت؟ بكون كل سنه ناطر هيدا التاريخ 100%. تاريخ استقلال لبنان. لك شو وطني. طيب اوكي رح نقطعها. اكثر فنان اثر فيي لما كنت صغير هو؟ اكثر فنان اكيد كنا صغار اكيد في عبد الحليم، كان امتداد ل هو بليغ حمدي للعمالقه القدماء. من فنانات فيروز، بس من جيلنا بعتقد او الجيل اللي ربينا عليه كان جيل شباب هو كثير راغب، عمرو دياب، كاظم الساهر، هدول الجيل اللي كانوا قبل كلهم بشكلوا مع بعض دروس بمدرسه كبيره. تكريم يلي بتمناه هو؟ افضل مطرب. شو اكيد بتمنى افضل تكريم يكون لما شموليتي بالفن، يعني انه بحب مثل، بحب لحن، بحب اكتب، بحب غني. فنان شامل. ايه شموليتي. نقطة ضعفي. نقطة ضعفي والدتي. نقطة قوتك. بيي. خوف او هاجس مرافقني طول عمري. خوف اخسر
اخسر ناس بعزهم يعني بالحياة دايما. الموت دايما بيخوفني من قبل الناس مش مع حالي. سر ما حدا بيعرفه غيري، ورح يضل سر بيناتنا، كون أكيد ما حدا رح يعرفه. شو بدي كان يقوله؟ شو أقولك؟ طيب حقلك سر. يلا، ما بحفظ أسماء يعني، مرات الوجوه كلها بعرفها، وبكون في ناس حتى بحبهم وكل شيء. هاي كيفك كيفك، وبحكي وبعمل حوار وباي، وحتى تطلع بالموبايل بحفظهم مش بأسمائهم بعد ما فل. بقول بعدين مرقت كتير تأخر الوقت وليت لأرجع أسألهم عن اسمهم، فبصير بخترع نيك نيمز ألقاب لإلهم ليت. اللون يلي بيشبهني، اللون بحب الأزرق. حلم حققته بعيد عن الفن؟ حلم حققته بعيد عن الفن بعد حلو. غرض مش ممكن عيره لحدا أبدا. غرض مش ممكن أعيره لحدا. تليفوني أكيد. أفضل اختراع بالعالم هو؟ أفضل اختراع حديث، لأنه في اختراعات قديمة أنت بتلاقيه أساسية أكتر. أكيد الإنترنت هلا هو وسيلة التواصل اللي بالاتصالات بنقل الأخبار، خاصة إذا عم نحكي سياسة بثورتنا العربية، أو حتى بنقل أي شيء. بعتقد الإنترنت هو كان الاختراع أهم. الحديث الأهم. أغلى فاتورة دفعتها بحياتي كانت؟ مش فاتورة تليفون. فاتورة فاتورة أنا من فواتير البيت. التقسيط. أنا كنت بعدني أول ما ابتديت. البلد يلي بحب أقضي إجازتي فيه هو؟ بحب إسبانيا كتير، وبحب المغرب العربي. الصداقة بالنسبة إلي هي؟ الصداقة الصداقة هي انه ما في الانسان يقعد بلاها. نحن الانسان ما مخلوق اجتماعي، نحن تطورنا بنظام اجتماعي، فبدون الصداقة ما في يعيش، بدون الصديقاء ما في يعيش. الامان هو؟ الامان هو الامان هو الصحة، تكون صحتك منيحة تقدر تأمني حالك وما تعوزي حدا. المصاري مال. بعد الصحة والأمان بتكون هي الوسيلة اللي بتأمن لك هالشي بعدين. الفن بالنسبة لإيوان؟ الفن ذكرت هو شغفي، هو الشغف تبعي. مرات لما أجي إلى أفقده ما بعود فيه لا لحن ولا أكتب ولا شو بعدني، بس تمرق غنية حلوة لحن حدا عم يغنيه غيري، بقول هلأ بيرجع الباشن عندي، بتذكر لي بحب هالشي. الحرب شو بيعني لك؟ الحرب جهل. بتمنى أنه يكون نظام الحكم ببلدي؟ لا طائفة أكيد. انسي ديمقراطي، يمكن بالقوة بدنا نجبره يكون غير طائفة. بالنسبة لك مجاهرة الفنان بميوله السياسية، أنت مع ضد؟ لا مع ولا ضد. حر اللي بده يعطي رأيه حقه يعطي رأيه. أنا بعطي رأيي كمواطن مش كفنان إذا بدي أعطي. طب لو كنت محل فضل شاكر شو كنت عملت؟ كنت رح؟ أنا كنت ما رح أعمل هيك، لأنه كنت حغذي طائفة على طائفة، بفضل لا. يعني لو عندي موقف سياسي معين هي الطريقة، مش بهالشكل. هنفكر انه ما نقوي النعرات الطائفيه، مش نقرب، نكون ما اوقف مع طرف لهذا السبب. بس الزواج المدني بالنسبه لك؟ انا بلاقي انه مفيد لنا بلبنان، بتركيبه لبنان الديموغرافيه. نحن بعض بحكي عن لبنان بحاجه له، لانه بخفف، بيخلي الشعب يلتقى على نقطه معينه، لانه هو بيجمع ما بيفرق، واللي ما بده فيه ما يعمله. ما هيدي فكرة الديمقراطية. وبفوت مصاري كمان، يعني بدل ما يروحوا يتجوزوا بقبرص وبتركيا في عندهم هون. إيوان، من بعد هيدي الأسئلة السريعة رح نبلش هيك بمحور الغناء والتلحين. وبنعرف إنه بديت مسيرتك بمجال التلحين، بس رح يعني إذا بدنا نحكي عن إيوان دغري بيخطر على بالنا أغنية تقول إن شاء الله. البداية عن جد كانت قوية وحققت نجاح كتير باهر، بس من بعد هيدي الأغنية شو صار مع إيوان؟ يعني ليه ما رجعنا شفنا أغنية تانية بتوازيها بالنجاح؟ أكيد نجاح إن شاء الله مش ممكن يتكرر. كانت أول أغنية، لأنه نجاح الأغنية ونجاح
الكليب وشخص جديد مثل شيرين الفنانة اللي كنا بنحبها. يعني أول أغنية لها بعد رغم نجاحاتها الكتير بعدنا بنقول شيرين أيا ليل. صح، فالنجاح الأول دايما بيكون مثل تريد مارك، علامة فارقة ما بتتغير، ممكن تنكسر. بس في نجاحات أخرى يعني مثل كانت بمستواها وأكثر، إذا عم تحكي كمشاهدة أو كاستماع، مثل زامبي إيه كانت فتحت لي أبواب بمصر كبيرة حتى بالعالم العربي. أهلا وسهلا، قلبي سهران، ولا في الأحلام كانت نجاح نقلة تانية. بس ما انا نفسي بقول لك تعمل تقول ان شاء الله مختلفه. بس ما بتعتبر انه بوقتها يمكن كان في فرص كثيره، هلا بركي يعني في نقص دعم، ما في تسويق لإيوان، حتى الوضع كله بشكل عام تغير. اكيد يعني كانت نحن كنا محظوظين لانه كان في شيء. اذا بتلاحظي هلا برامج الهواة كان اخر اول 10 متسابقين تلاقي دائما كلهم معروفين، كلهم نجوم. هلا بتلاقي بينعرفوا اول اثنين او ثلاثه اللي بيربحوا، شهرين ثلاثه اذا ما لحقوا بشيء بينتسوا. صح، فنحن كنا محظوظين ما كان فيها العجقه. كانت بعد اول ظهور الفضائيات الموسيقيه تحديدا يعني خاصه القناه تبعيتي، فكانت وما كان فيها الحاله السياسيه. يعني نحن بنغني للفرح بس تشوف في احزان وحالات اقتصاديه صعبه وهيك، الناس ما تركيزها صار على شيء اخر. مزبوط، فكنا محظوظين بوقتها. هلا بدها كثير شغل زياده وانتاج زياده اللي هو قل. ذكرت اغاني ناجحه لك، اذا بدنا نختار اغنيه غير قول ان شاء الله، قول ان شاء الله راح نحطها على جنب هيدي. انت شو بدك؟ كلنا بنحب. انا بحب ذنبي ايه. يلا فيها نسمع. ذنبي ايه يا حبيبي لو رماني الشوق عليك، ذنبي ايه لو نصيبي ان اعيش واسهر لعنك، أو بقيت ليلاتي بفكر وأسهر ليك. يا ناسيني أو يا ريت تقدر حبي وعشقي بدل ما تقاسيني، كان مالي ومالك يا محيرني معاك وتعبني، لوعني غرامك يا مغلبني في امري وشاغلني. شو بينقص ايوان اليوم؟ بينقصني اكيد اداره جيده. هيدا قبل الانتاج، لانه الاداره الجيده هي بتوجهك لانتاج مضبوط، للشركه المضبوطه. اكيد بحاجه لانتاج. في شركات كثير صارت عم تتعدى على الانتاج، فما فضلت ما فوت فيها بالوقت الحالي في هيك عروض، لانه مع شركتي القديمه رغم كل شيء تعذبت معها، رغم الايجابيات فما بفضل ما فوت مع شركات اما ترمنا محترفه وتاخرك، لانه العقد بتصير مثل بمد سنين، فبحاجه لاداره جيده توجهني لانتاج جيد كرمال انا اقدر اركز بالفن مضبوط ما التهي انا بالمواضيع هاي. يعني بدك اداره جيده. اداره جيده اكيد، الانتاج ضروري بس بيتدبر، المهم الاداره الفنان بنضلنا متواجدين نقدر يكون في اداره جيده من خلال الشاشه ولا كل شيء. ايوان، اعاده تصويرك لاغنيه اشوفك للمره الثانيه بعد ما تولى اخراجه بالمره الاولى جاد شويري، اثر على صداقتكم انت وجاد؟ يعني ما كثير، هو بروفيشنال، والسبب كانت انه المنتجه كان بدها ما حبت النتيجه لانه كروما كان العمل، وكانت بدي بفضل ما يكون كروما. بس انت لو رجع القرار لك كنت رجعت صورتها ولا كنت نزلت بهذا؟ هو بيعرف انه انا ما كنت موافق على الايمج تبعيت الهيك، وهو كان ما حدا بيوقف بوجه مصلحه الفنان، يعني بالنهايه كان بيعرف انه النتيجه من غير كروما. اغنيه اديني جنبك من كلماتك والحانك صورتها بالارجنتين، بعرف انه صار في مغامرات بالارجنتين، وبعرف انه كمان هنيك صورته يمكن اعلان. صح بهيدي المرحله، خبرنا شو صار، كيف كانت هيدي الرحله؟ كانت تجربه كثير حلوه، كان مع المخرج شرب اليوسف، وكانت تجربه حلوه. السفره 24 ساعه وتغيير غير سيزن، غير موسم كليا، لانه هنيك شتاء وعندنا كان صيف. تجربة حلوة، خاصة عم نصور بالطرقات والميوزك حطيناها والناس يتفاعلوا معها. كان الإعلان حلو على المستوى المهني، إنه
عم تصوري اعلان وعلى المستوى الفني انه عم تظهري للناس برايم تايم بروجرامز وهيك، فكانت ايجابيه وكانت تجربه حلوه حتى كجو اغنيه، والبروديوسر المنتج كان انجليزي كان حابب يعمل شيء اغنيه بالميدل ايست، وعم يعمل لها هلا ريميكس ليعملها برا مع كولابوريشن مع حدا اجنبي. فتجربة حلوة. طب خبرنا هيك اهضم شيء صار معكم هنيك، شيء حادثة؟ الفاسبا ما كنت انا بقى عم سوق اوتوماتيك، فطرت شطت شخصين سحبت معي وما عرفت اوقفها، خلص كنا سارعين كثير. اخر شيء مش هيك بالاعلام بتشوفي في مشهد حتى ما طير الناس اخبصهم، مشيتها ماشي حدي بدل ما سوق فيها. هلا اذا بدنا نحكي عن اعمالك وايام التصوير، بنلاحظ انه يعني لما تكون عم بتصور ايوان بيصير معك كثير حوادث، يعني اذا بدنا نحكي عن اغنيه تكذب عليا يلي صورتها مع انا فيها مصري، هي شو اسمها اكبر كذاب، مش اكبر كذاب عم تحكي، اكبر كذاب صار كمان حادثه عن حكيك حلو. يلا خبرنا حكيك حلو، هي صارت الحادثه تبعت عيني طمن علي فت بالازاز. هو فكره الكليب انه في مرايا، مش مرايا، ازاز يعني ترانسبيرنت، ما بتشوفي المرايه، بتشوفي حالك على القليله قد ما نظيفه يمكن، هي فكره قد ما منظفين حرام اشتغلوا البرودكشن كثير، بس ماني شايف. فت بالازاز، المنيح انه ما انكسر الازاز، ومنيح انه ما فتت بال شو منيح ما روحت عينك، روحت عيني وقالوا انه بدنا نوقف تصوير ونلغي. انت هاي بتحت الهم لانه البرودكشن راح، معناتها نزلت دم بدها تقطيب، قالوا لي انه بتعلم ممكن تعلم اذا ما قطبتها، قلت له خلص تعلم هيك بتصير ستيل علامه فارقه مثل ما انت قلتي. فعلا ما علمت كثير، شوي صغيره، حطينا لها شويه دواء هيك بيسكر الجرح، وبعد اربع ساعات بلشنا تصوير. يا عمي شو هالفنان انت، ايه بطل انه بتضحي بصحتك بس تكمل العمل، لانه كانت في ناس حرام من قبل بليله محضره وتعبانه حلو، ما حبينا نخسر لك. ايوان اذا بدنا نحكي عن الاغاني يعني البارزه والناجحه بمسيرتك، ما فينا ما نذكر اغنيه لبنان يلي لبناني يلي قدمتها لوطنك لبنان، بس هلا اذا بدك تقدم اغنيه شو بيكون عنوانها؟ لبناني كانت عملت نجاح تبعها الكبير بسبب الايجابيه البوزيتيف اللي كنا عم يعني نحكي فيها، يعني فرجت الوجه الحلو للبنان، كنا عم نحكي عن لبنان الحلو اللي مصرين نضلنا نشوفه بهالصوره وما نخسر هالصوره من قدامنا. انا هلا شوي مش متشائم، بس للاسف عملت غنيه بتقول رزق الله الطيب والناس القريب من بعض والجير والعيد وزيناته اللي كانت بضحكاته ولا هموم ولا غير، رح نرجع ونهوى الماضي فينا نهوى ونعرف شو كان يسوى لما الحنين يقوى، حنين للبحبوحة ولمسرح فيروز بعلبك والصبوحة وديع ليالي بيروت، حنين لجد وقصصه وماضينا زمان، أمجاده بالقلب بتبقى وجوه الوجدان، مهما الزمن غير فيه بيبقى العنوان، اي والله غير ترابك ما قلنا يا لبنان. حلو كثير كثير، وان شاء الله ان شاء الله يا ايوان هيك بتضلك متفائل وهالصوره الحلوه يلي عم تشوفها بلبنان تنتشر، يمكن لانه نحن بحاجه بلبنان لشباب هالقد يشوفوا لبنان الحلو ويكونوا متفائلين، وبهذا التفاؤل نقدر صحيح يعني نحن يعني من لوم من محبتنا على الحاله الموجوده، بس دائما بضل الواحد لازم يضل متفائل ومثل ما بيقول زكي نصيف راجع يتعمر ويرجع احلى مكان. طيب شو بدك تسميها للاغنيه؟ ما قلت لنا العنوان. انا مسميها حنين. حنين انا مسميها حنين لانه هي كلها الكوبليات تبعيتها كلها حنين لحالات معينه وصور لنا بذاكرتنا كانت موجوده وعم نفقدها، ف
ان كان بالعمالقه اللي ذكرتهم او حتى بحالات بالحب وهيك بكوبليات الثانيه. طيب ايوان، مش بس يعني مش بس متفائل بلبنان وبتغني له، كمان اخذت على عاتقك شباب اللبناني وشباب العربي والعالمي كمان باغنيه، اغنيه تعاونت فيها مع اليونسكو، اغنيه ليش؟ صح، حكيتوا فيها عن على فيروس الايدز. الايدز. يعني اكيد حتى الاغنيه اللي بتحكي عن اللي ذكرتها عن لبنان هي بتحكي عن حالتنا العربيه بشكل عام، هيدا الحاله اللي عم نعيشها كلنا كدول عربيه. نفس الشيء عن موضوع الايدز، هي حاله موجوده بالشرق الاوسط. يعني لما اختاروا عدة ممثلين مطربين من دول غربية اختاروني أنا للشباب بالمنطقة، مش بس بلبنان، بالمنطقة العربية، وكان في ندوة بمصر لها. بتمنى بلشت تخف، صار في وعي بهالموضوع، بطلنا عم نركز عليها كتير هاي هلأ هالسنة، لأنه في حالات إنسانية أهم عم بتصير بسبب الحروب. بس أنا بحب دايما أكون إلي مشاركة بأي شيء اجتماعي أو إنساني. من بعد ما حكينا عن الغناء والتلحين وتعرفنا شوية عن هيك بداية الفنان إيوان، بدنا نمرق لازم يعني نحكي شوية عن محور السينما والتمثيل. دخلت للسينما بحفلة موت، صح الفيلم المصري، صح، يعني كان إنتاجه سنة 2009. صح، خبرنا عن هذا الفيلم واعطينا رأيك بتجرد، كيف بتجرد بتقيمه؟ رأيي. الصحافة المصرية أنصفتني بصراحة، يعني اجت قالت إنه كان إيوان أقوى من السيناريو ومن تبع الفيلم، مش حالق على الإخراج لأنه المخرج مهم وبحبه كتير وصديقي، وفعلا حبيت التجربة معه اسمه أحمد يسري. بس أنا ما قبلت روح على الافتتاح لسبب إنه ما كنت راضي عن السكريبت، نتيجة كيف بالنص للآخر بلشت تتغير. بس النتيجة اجت بعد ما انعرض، انه الصحافة كنا متوقعين انه ايوان يكون هو كشخص من بلاد الشام، دايما بتلاقي اصعب ليتقن اللهجة، او خاصة انه مغني فجاي على قطاع جديد، ممكن يكون المشكلة بالفنان نفسه بالبطل نفسه. فلا، هو عطى الدور حقه زيادة، كانت المشكلة بالحبكة تبعت الدور. انت ما قريت النص قبل ما بلا، بس تشارك؟ صار في تغيير فيه، لانه في حصه نص وفي سيناريو، سيناريو تغير الحبكه، وحتى النص نفسه من نصه لاخره تغير، كنا اون سيت تغيرت، يعني كانت النهايه غير، الحوار كلياته غير من النص لاخر. بس الحلو فيه انه انصفتني الصحافه وفتحت لي بواب تاني لادوار تانية هلا جديده. في مشاريع مستقبليه، يعني هيدا اللي كان بدي اسالك اياه، انه الفيلم بقي يتيم، ما عدنا شفنا يعني 2009 لاني بنكت بعدها، ما عاد بدي يفوت بشيء ما كنت دارسه مزبوط. هلا في عروض من اجا مسلسلات لرمضان الجاي، ما بدي فوت مسلسلات لانه بتاخذ وقت كثير وبتاخرني، ماجلها شوي. بس في دور تمثيلي عم بدرسه هلا حابه كثير بمصر رغم خف الانتاج خف تبع الافلام، بس هذا الفيلم حب، وعلى المستوى الاكاديمي حيكون في له شغل حتى اكثر من الجماهير. طيب ليه ما بنشوفك بالدراما السوريه او اللبنانيه حتى؟ يعني غايب. سوريا بتمنى انها ترجع تقدر تعيش، لانه فعلا كانت عامله حاله كثير حلوه. واللبنانيه انا بتمنى انها تطلع من الكليشيه تبعها، هلا بلشت تطلع، صار في سيناريوهات احلى، صار في انتاج افضل. ما بالعكس، اذا لقيت سيناريو جيد وهيك انا بتمنى اني اعمل شيء لبناني بالنهايه، نكون جزء من ثقافه المسلسل التمثيليه اللبنانيه كمان، هيدي بلدي. طيب ايوان، التجارب اللي بتمرق بحياتنا بتعلمنا اكيد، ويعني حتى بالنجاح وبالفشل بالحالتين بتكون عم بتعلمنا، شو تعلمت من تجربتك بالتمثيل؟ وين بتحس حالك اخطات؟ وشو بدك تظبط بالمشاريع المستقبليه لما يتقدم لك نص او بدي عمل؟ بدي ادرس النص بشكل افضل وشوف الاكيب اللي عم يشتغل، لانه بالغنيه بتشتغل الاغنيه، اذا ما عجبتك بتكبيها وبحط هيك الصوت انا لحالي عم حطه. اما بالتمثيل ف عبارة عن تواصل، هو يعني عم تمثلي مع حدا، مش لحالك عم يعني في فريق مش عمل، في فريق عمل، يعني بده يكون بدك تراقبيه كله، ما تراقبي حالك والنص، بدك تعرفي قبل تدرسي مين فريق العمل اللي عم يشتغل ليقدمك بالصورة الجيدة، وبدك تشوفي مين اللي عم يمثل معك وليكون يضيف هو كمان للعمل، لأنه نجاحه مش لحالك، مش عم تقدمي اغنيه، وكمان كرمال تتفاعلي معه انت افضل بشكل افضل، لانه ما كان عم يعطي اداء جيد انت ما حتقدمي. ويا ريت بقى ما يحضرش فرح ايوان. انا سعيده جدا كنت بهيدي المقابله، بس هيك بدي اعرف شو في مشاريع مستقبليه
ماشي. انا كثير اول شيء كنت سعيد معك، وعم طلع اول مره عبر هالشاشه وعبر الجمهور العراقي اللي كثير بحبه، والجمهور العربي اكيد كله. بتحضير في اغنيتين جداد، عم شوف الانسب لانزل فيها قبل الصيف، بس بقعد بعمل جديد اغنيه تكون ايقاعيه بنفس الوقت فيها الاحساس اللي انا بحبه دائما يكون موجود. قبل ما ننهي حلقتنا، بعرف انه كثير من المشاهدين هلا بيكونوا ناطرين يعرفوا، يعني شائعات كثير طالته لايوان مؤخرا، شو بترد؟ كيف برد انه اسمها شائعات وصار في مبالغات كبيره للخبر. بقول انا موجود قدامك هلا، هيدا اكبر دليل على ضحضه، صح الكلمه؟ ايه منيحه. وبس في اشياء اهم بالعالم العربي هلا ينحكى فيها. نحن عم نتمنى السلام، ونحن عم نضل موجودين كمطربين لنحكي بالفرح والسلام، ما بدنا نحكي بالمشاكل. مشاهدينا بالعراق اكيد بيكونوا هيك حابين يعرفوا اذا عندك مشروع عبالك، هيك في شي حفله رح تقدمها بالعراق او اغنيه عراقيه؟ يعني بنعرف هلا الاغنيه العراقيه ضاربه بقوه بالعالم العربي. الاغنيه العراقيه يعني فيها الشجن، صح. هلا كمان امتد للخليج، وهلا على منطقه الشام بشكل كثير قوي. سمعنا شي اغنيه عراقيه صوتك قبل ما تقلنا اذا عندك مشاريع بالعراق. اشوفك وين يا مهاجر، قل لي باي بلد صاير، قل لي باي بلد صاير. اشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عندي، ولا هي أزمة وتعدي، تعال وطيب الخاطر. أشوفك وين يا مهاجر، فراقك علة العلة، عقل بالراس ما خلى، يومك هاجرت والله انفطر قلبي وصرت شاعر، وانت بهذا ما شاعر. اشوفك وين يا مهاجر. الله عن جد كلمات عميقة وبحال اللي فيها صح، كأنه عم تحضر كأنك عم تعيش الحالة كلها. انا مأثر دايما بقول حاتم العراقي وبكاظم الساهر وبنجوم كبير علمونا هيدا الاسلوب، ان الشجن الموجود بالاغنيه العراقيه. وان شاء الله عن موضوع العراق، انا من زمان في عندي اصدقاء كثير هناك، وفي حكي بحفلات ان شاء الله قريبا بالصيف، بوعدهم بزياره قريبه لبغداد ان شاء الله ولغير محافظات كمان. إيوان أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم بحلقتنا، عن جد شرفنا بهاللقاء الحلو وبهالصوت الحلو، وأنا بدي أتمنى لك كل الخير وكل التوفيق، وإن شاء الله هيك المشاريع المستقبلية بتكون مكللة بالنجاح. شكراً كثير لك، ميرسي لك، انبسطت معكم كثير اليوم، ميرسي للفريق، لماي، للكل، ويعطيكم العافية وللمشاهدين تحية أحلى تحية. وهيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من سبوتلايت، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وتعرفتوا أكثر على الفنان إيوان. نحن منلاقيكم الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة وأكيد ضيف مميز، ودايما عبر برنامج سبوتلايت من قناة الرشيد الفضائية. باي باي.